هذه الشغلات متوارثة من الأجداد والآباء، وكانوا يشتغلوا الأجداد بنوع واحد معين اللي هو السوس. الآباء بعد الأجداد اشتغلوا في النوع الثاني الخروب. احنا الأبناء اشتغلنا بخمس أنواع حاليا. هذه عصائب مرتبطة بشهر رمضان المبارك. الناس على الإفطار ما بتقدر تفطر، أغلبية الناس ما بتقدر تفطر إلا ما تكون العصائر هذه موجودة. اللي أنا ببيع الناس كلياتها بكون عندي التزام تام في الكلافزات والكمامات وكل إشي السلامة العامة موجودة عندي.